طلابي الغوالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، اليوم عندنا الحلقة الثالثة واللي راح أشرح من خلالها موضوع المودل فيرب must, mustn't, have to, don't have to, needn't إلى آخره. بعض الطلاب بالتعليقات يقولوا الأستاذ أنت هاي مو شارحة. إيه طبعاً شارحة، شارحة بالمراجعة المركزة، وداعيد هنا شرحها بشكل مفصل. يعني أستاذ هناك ما شارحها بشكل مفصل؟ لا، أيضاً شارحها. بس مثل ما تعرفون طلاب اللي صاعد من الخامس للسادس ما تفيده فقط من يقرأ كلمة المراجعة المركزة، لا، يحب أنه في شيء اسمه تفصيلي. فأنا سأعيد الثاني والثالث بشكل مفصل، هذا رد على تعليقاتكم. اليوم عندنا موضوع قواعدي جدا مهم وزاريا يجينا بالسؤال الثاني، هو الجرامر أي على شكل اختيارات. فإذا تشوفون هنا وياي طلاب عندنا المودل فيربس الأفعال المساعدة. شنو الأفعال المساعدة طلاب؟ عندنا have to, must, need to معناتها يجب أن. هذني يشتغلن نفس الشغل، يشتغلن نفس الشغل. بالخامس أنت ماخذ إنه must هو أقوى من have to إلى آخره. بالسادس لا، هذني اثنين ثلاثة هني يشتغلن نفس الشغل. وهسه راح أفهمك شلون. mustn't طبعا هنا معناتها يجب أن، mustn't معناتها لا يجب أو يجب أن لا. don't have to, needn't تمام، don't have to وneedn't معناتها ليس من الضروري، ليس من الضروري. تمام، أول فقرة راح نشرحها هي الـ A obligation and necessity، الإجبار والضرورة. من اسمها إجبار وضرورة، فشيء يجب أن تسويه، من الضروري أن تسويه. هذا الموضوع مثل ما قلت لكم يجينا بالسؤال الثاني A قواعد grammar، سؤال الثالث عفوا السؤال الثاني بي على شكل اختيارات. سؤال الثاني بي وليس اي، سوري، هنا السؤال الثاني بي على شكل اختيارات. راح نشوف اول فقره obligation and necessity، الاجبار والضروره. اكرر يعني عمود تصحيح المعلومه، بالسؤال الثاني بي وليس اي. تمام، سؤال الثاني بي على شكل اختيارات. obligation and necessity، الإجبار والضرورة معناتها من الضروري القيام بشيء ما. in English to say it is necessary to do something. القاعدة مالتها فاعل يا إما have to, need to أو must، معناتها يجب أن. ركز إنه must ماكو وراها to، ما يصير، لكن have to, need to يجي وراها، لازم يعني have يجي وراها to، need يجي وراها to. زين استاذ ليش هنا كاتب has؟ اذا كان الفاعل هي she it لازم ياخذ has، ما يصير have. تمام، زين، ملاحظة الاولى، نستخدم هذه القاعدة اذا كان معنى الجملة يشير الى شنو؟ good idea. طلاب هذا الموضوع بنسبة كبيرة يعتمد على المعنى. فإذا كان معنى الجملة، وتحديداً ركز لي على الفعل بعد الاختيارات، لأن هو ينطيك اختيارات. إذا صديقي شوف وياي هيك ينطيك must mustn't، ينطيك اختيارات، وهذا الاختيارات يعطيك إياه بالسؤال الثاني مثل ما قلت، السؤال الثاني بي. يجب التركيز على معنى الجملة وتحديداً على الفعل ما بعد الاختيارات. يعني من أقول لك give up smoking، give up smoking تقلع عن التدخين، فكرة زينة لو سيئة؟ أكيد فكرة جيدة. فإذا كان معنى الجملة يشير إلى فكرة جيدة فنختار واحدة من ذني الثلاثة. معنى الجملة يشير إلى فكرة جيدة، نختار واحدة من ذني الثلاثة حسب المعطى. أكرر، نستخدم هذه القاعدة إذا كان معنى الجملة يشير إلى good idea. كلمة good idea معناتها فكرة جيدة. هاي أول ملاحظة. ملاحظة ثانية، أخاف ينطيك بين الأقواس هاي العبارة. هاي العبارة لازم تحفظها. It is necessary to do something. It is necessary to do something معناتها من الضروري القيام بشيء ما، من الضروري القيام بشيء ما. وهذا الحكي هسه راح أشوفك إياه بجمل. ملاحظة أخرى، يجب التركيز إنه هذه الأفعال المساعدة من إنه ويا يا صديقي اللي هن الـ have to والneed to والmust، شو يجي وراهن؟ يجي وراهن مجرد، لا تنسون، يجي وراهن مجرد. زين،
وهاي الفقرة قلت لك إياها قبل شوية، إذا كان الفاعل هي شي إت ما يأخذ هاف تو، يأخذ هاز تو، لكن إذا جت وياها ماست يأخذ ماست نيد تو، بس ويا الهاز يعني هي شي إت ألي ألي ما يصير نقول هاف تو، ألي هاز تو، ندى هاز تو، تمام؟ ولاحظ إن الماست هاي سهم حكيتها ما يجي وراها تو، ما يصير نقول ماست تو، ماشي؟ زين، راح نشوف هنا أول جملة. You must لو mustn't give up smoking يجب الاعتماد على الفعل ما بعد الجملة. قلت لكم give up smoking تقلع عن التدخين، أوكي؟ فأنت هنا أنت يجب، مو هنا مو يجب ألا، يجب. زين أستاذ أنا شلون ما عندي معنى؟ صديقي ما هو هنا الموضوع، يجب أن تعتمد إنه معنى الجملة فكرة جيدة must have to need to، تمام؟ ليش دا أقول لك ركز لي على الفعل ما بعد الاختيارات. رجال الشرطة have to لو don't have to بعد prevent crime، prevent يمنعون الجريمة، يمنعون الجريمة فكرة زينة لو فكرة سيئة؟ فكرة زينة، فيجب أن رجال الشرطة يجب أن يمنعون الجريمة. 3 people need to لو needn't follow the law بعد follow يتبعون، يتبعون القانون. قلت لك ركز لي على الفعل انت من اسمها فولو تتبع، تتبع فكره زينه لو فكره سيئه؟ فكره زينه، فانت يجب، الناس يجب ان يتبعون القانون. النقطه الرابعه وي يوز بقى، قلت لك خاف ينطيك هاي العباره تو سي ات از نيسيسري تو دو سمثينج، اذا انطاك صديقي وياي قلت لك هاي العباره إذا جاب لك إياها فتعرف أنه تجيب واحدة من ذنين ثلاثة حسب المعطى. إذا ننتبه هنا نحن نستخدم have to لو don't have to say it is necessary to do something. ما طول لقيت هذه العبارة فاش تختار الجواب؟ تختار الجواب have to، نستخدم have to للقول من الضرورة القيام بشيء ما. زين جملة أخرى I must، هل إن الجواب get up لو to get up؟ إحنا نعرف إنه ال must ما يجي وراها to، يجي وراها مجرد رأسا. أنا يجب أن أستيقظ مبكرا غدا لأنه أنا ما أريد أتأخر مرة أخرى. I must get up. إذا ورا ال must ده أميز لك إنه أكو مجرد ماكو to. خاف يعطيك إياها مثلا مرات يعطيك إياها got، أيضا غلط لأنه got ماضي، لازم get up. زين هاي الجمل إثرائية. زين أستاذ إثرائية يعني معقولة هالسنة يجيب إثرائي؟ لا، سنة 2020 ما يجيب إثرائي، لكن أنا من دا أشرح مدى أشرح فقط السنة 2020، طلاب الخامس ممكن أن يستفاد بالسنة الوراها. خاف يجيب لك هيك فقرة Express the necessity of your friends working، يعني هنا عبر عن الضرورة، عبر عن الضرورة لشنو؟ صديقك، عمل صديقك your friend working. فهنا بهاي الحالة نعتبر الفاعل you، من تجيك هيك فقرة اعتبر الفاعل كله you، فش راح تقول you؟ ما طول ما محددك قايل لك necessity، فإذا قلت have to don't have to، العفو have to أو must أو need to، كيفك كلها صحيحة، فهنا راح تقول you have to. الفعل باعتقادك الشخصي وينه؟ هاي هنا working b-i-n-g، فأنت تقول له you have to work. أوكي؟ ضرورة إنه صديقك، يعني صديقك مثلاً ما يشتغل، هنا دا أقول لك عبر عن الضرورة حول عمل صديقك. صديقك شبيه، فأنت دا تحكي وياه دا تقول له أنت يجب أن تعمل. For working لازم تسويها مجرد. مثال آخر The driver doesn't put his seat belt on. Seat belt on. السائق ملابس حزام الأمان، السائق ملابس حزام الأمان، وينطيك هاي العبارة To say it is necessary to do something. إذا جاب لك هاي العبارة فقلت لك بهاي الحالة نعتبر أن الفاعل you. ما تقول درايفر، رأسا تعوض المكان يو لأن أنت تحكي وياه. يو تقول must have to need to بكيفك. You must. زين
put هو الفعل المجرد. You must put. طبعا هنا his من سويتها انت اللي تحكي وياه راح يصير your. You must put your seat belt on. انت يجب ان تلبس حزامك. انت تلبس هنا من قلنا السائق يجب ان يلبس حزامه، فانت من تحكي وياه قلت له انت يجب ان تلبس حزامك. اذا صديقي زين استاذ شلون صارت؟ بس باوع لي هنا على القاعده، قلنا الفاعل جبناه يو، يو وحده من ذني بكيفك، ماست هاف تو نيد تو ماست. زين المجرد لازم نباوع هنا على الجمله، المجرد put وتكملة الجملة. You must put، بس الهز سويناها your باعتبار أنت اللي تحكي وياه. You must put your وتكمل الجملة. وهذا شيء إثرائي خارجي، أخاف السنة الجاية طلاب الخامس أنه بالامتحانات الشهرية يجيب لكم هيش فقرة أو بالوزارة. أو شوف هذا مثال آخر، oblige your friend to study hard. إذا جاب لك كلمة oblige يعني اجبر، مين جاية؟ بس بقول لصديقي هنا وياي، مشتقها من هاي الكلمة من obligation. oblige جايبها من كلمة obligation يعني اجبر. نرجع، اجبر صديقك أن يدرس بجد. فنفس القاعدة إذا تطبق يا قاعدة إذا تطبق هاي القاعدة subject have to زائد مجرد. زين استاذ يصير نقول must يصير إذا هو ما محدد لك، يصير نقول need to يصير إذا ما محدد لك. فش راح نقول الفاعل قلت لك بهاي الحالات الفاعل تعتبره you، فراح نقول you must أو have to أو need to بكيفك، والمجرد من هو study، مو واحد ينزل لي to، قلت لك ورا الماست ما تنزل to. You must study hard، أنت يجب أن تدرس بجد. وهاي أول فقرة خلصت. نروح للنمط الثاني أو النوعية الثانية وهو prohibition on or warning. prohibition معناتها منع، warning تحذير، المنع والتحذير. من اسمها منع وتحذير، أنت يجب أن ما تسوي هاي، دير بالك لا تسوي فلان شيء، يجب أن ما تسوي فلان شيء. باعوا، من المهم عدم القيام بشيء ما. To say it is important not to do something. من المهم عدم القيام بشيء ما. هاي القاعدة تحفظ. Subject اللي هو الفاعل هنا must زائد المجرد اللي هو البيس. تمام؟ نستخدم هذه القاعدة إذا كان معنى الجملة يشير إلى bad idea. كلمة bad idea معناتها فكرة سيئة. رجاء تركزوا لي الفعل على ما بعد الاختيارات. إذا كان يشير إلى فشيء سيء فنختار مسنت. تمام؟ اوكي. اذا تشوفون طلاب هنا كان فكره سيئه معنى الجمله، ارجع لي هنا يا صديقي. هنا بالحاله الاولى يشير الى شنو؟ يشير الى فكره جيده، فبالحاله الاولى استخدام لاني فكره جيده، وبالحاله الثانيه نرجع هناك صديقي الى فكره سيئه. ايضا هنا اكو عباره لازم تحفظها، اذا انطاك it is important not to do something، من المهم او من المهم ان لا نقوم بشيء ما، فنجيب القاعده هاي مال mustn't. بعد mustn't لازم مجرد، ماكو to باوي، يعني mustn't ما يصير وراها to. have to، don't have to، needn't، يعني هنا ما يصير نقول mustn't. تمام؟ ما يصير نقول mustn't to، يعني mustn't لازم وراها ماكو to، لا must وراها to ولا mustn't اكو وراها to. تمام. ملاحظة أخرى، إذا جتك الجملة بيها or وهنا اكو حكي will، or will إذا جني اثنيناتهن سوى بنفس الجملة بدون الاعتماد على المعنى شنجيب؟ الاختيار mustn't. وهاي راح أشوفكم إياها أيضا بجمل. أكرر، نرجع هنا صديقي، معنى الجملة فكرة سيئة نجيب mustn't، إذا جت هاي العبارة نجيب mustn't. ركز إنه mustn't ماكو وراها to. وملاحظة أخرى، إذا جت بالجملة or أول اثنينات لازم، فنجيب mustn't بدون الاعتماد على المعنى. زين، ملاحظة إثرائية، يعني هاي ملاحظة خارجية، إذا الجملة احتوت على وحدة من ذني العبارات مثل إيش؟ prohibit منع، prohibition منع، warn يحذر، warning تحذير،
أو إذا جت كلمة prevent أو إذا جت كلمة stop. prevent طبعا لازم تجيك مثلا بداية الجملة. stop هذني رأسا شجي بينهن قاعدة المسنت. خليكم وياي دا ننتقل طلاب لنشوف الجمل الخاصة بهذا الموضوع. مثل ما تشوفون طلاب هنا عندنا الجملة الأولى you must or mustn't هذا slash، وقلت لكم هذا السؤال الثاني بي you must mustn't smoke in a hospital. واحد يجي يقول لي استاذ هاي شلون احلها؟ اول من يجي مباوع الفعل ما وبعد الاختيار smoke ندخن يدخن او تدخن. عبارة تدخن او الفعل يدخن هل هو فكرة زينة لو سيئة؟ اكيد فكرة سيئة. بس مثلا تدخن بالمستشفى فكرة سيئة، لو كان تدخن بالأماكن الأماكن المخصصة للتدخين كان اختلف. فتدخن بالمستشفى أنت يجب أن لا تدخن بالمستشفى، فكرة سيئة. هنا فكرة سيئة، فكرة سيئة. زين نروح نشوف النقطة الثانية driver must or mustn't speed، السائق يسرع سيئة. فهنا مصنت يجب أن لا يسرع، السائق يجب أن لا يسرع، هنا فكرة سيئة فواضحة جدا. زين you needn't أو يعني العفو هنا need أو you needn't خلينا نقول mustn't drive without your seat belt on. أكرر هنا الجملة لو جايب لك إياها بالشكل الآتي ليس من الضروري أو لا يجب، أنت يجب أو ليس من الضروري أن تسوق بدون ما تلبس حزام الأمان. فأنت يجب أن لا مصنت، أنت يجب أن ما تسوق بدون ما تلبس حزام الأمان. مو واحد يقول لي ليس من الضروري، ليش؟ هنا الإنسان لازم من يسوق يلبس حزام الأمان. فهنا مصنت يجب أن لا تقود بدون ما تلبس حزام الأمان. 4. I don't have to or mustn't be back later than 8 o'clock tonight. وهنا عندنا or my parents will be angry. عند وجود عبارة or will بدون ما تعتمد على المعنى تروح تختار mustn't. عند وجود هذه العبارة بدون ما تعتمد على المعنى mustn't. أني يجب أن ما أتأخر وراء الساعة بثمانية وإلا والدي سوف يغضبون. فبدون ما أعتمد على المعنى بس لقيت or will نجيب mustn't. زين نحن نستخدم شوفوا هاي العبارة to say it is important not to do something. من تلقى هاي العبارة بدون ما تعتمد على المعنى تجيب mustn't. يقول لك يا هي نحن نستخدم must or mustn't، نستخدم mustn't to say it is important not to do something. فهاي العبارة ويا mustn't. نروح على الأمثلة الإثرائية الخارجية. امنع صديقك من أن يدخن. فقلت لك في طبعا القاعدة مو تنساها subject mustn't زائد شنو مجرد. قلت لك الفاعل دائما ايش تعتبره you. فهنا امنع صديقك عرفناه من هاي العبارة. فش راح نقول؟ راح نقول you mustn't تمام؟ والمجرد هاي لازم تسوي مجرد شو تقول؟ أنت يجب أن ما تدخن، دا تحكي ويا صديقك، دا تمنع صديقك. فأنت انداريت على صديقك تقول له أنت يجب أن ما تدخن. باو هنا عندنا warn حذر عرفناه من هاي العبارة. حذر صديقك من أن يشرب مي وسخ، فأنت دا تحكي ويا راح تقول له you mustn't. ليه جبنا mustn't؟ عرفنا من هاي العبارة mustn't. شنو المجرد؟ you mustn't drink تكملت الجملة dirty water، ما يصير تشرب مي وسخ. زين you فراغ leave the classes during the lesson. ما طول منطيك prohibition يعني معناتها منع، فتقول له mustn't، أنت يجب أن متعو في الصف خلال الدرس. فبهاي الحالة خلصت عندنا الملاحظة الثانية. نروح طلاب للملاحظة الثالثة والأخيرة. عبارة lack of obligation معناتها قلة الإلزام. non necessity عدم الضرورة. استخدم هذه القاعدة طبعا هي نستخدمها شنو؟
إذا كان معنى الجملة ليس من الضروري القيام بشيء ما. In English, to say it is not necessary to do something. ليس من الضروري القيام بشيء ما. طبعا نجيب subject يا إما don't have to أو needn't. ورا needn't ماكو to. دير بالك. تمام زائد مجرد. معناتها ليس من الضروري أن. شو وقت أستخدمها؟ إذا كان معنى الجملة ليس من الضروري القيام بشيء ما فنستخدم القاعدة أعلاه أقصد هاي. If the meaning of the sentence refers to something not necessary to do it. إذا كان معنى الجملة شيء ليس من الضروري القيام به. زين. لاحظ لي إنه هاي الفعلين المساعدين don't have to needn't شبيهم. بعد لاحظ إنه بعد هذا يش يجي لازم يجي مجرد. باوش إجا وراهن. إجا وراهن مجرد. Needn't ما يجي وراهن to. ملاحظة أخرى، إذا أعطاك فترتين بالجملة، شنو أستاذ فترتين؟ مثلا ينطيك من الساعة 7 للساعة 9 وهاي موجودة بيونت 4. 7 to 9 منطيك morning evening. إذا أعطاك فترتين مو فترة واحدة، مو واحد يشوف لي ساعة بالتسعة يقول خلاص، لا، من وإلى 7 9 صباحا مساء. فنجيب واحدة من ذني إما don't have to أو needn't حسب المعطى حسب ما هو ينطيك. وملاحظة أخرى عند وجود العبارة التالية، هاي العبارة أيضا لازم تحفظها. To say it is not necessary to do something. Not necessary. ذيش كانت necessary have to. من صارت not necessary don't have to. فإذا جتك هذه العبارة أيضا نعرف أنه don't have to أو needn't. راح نشوف هناك الجمل. شوف الجملة الأولى. I have to slash don't have to get up early on Friday. أنت فراغ تقعد الصبح يوم الجمعة من وقت. تقعد يوم الجمعة الصبح من وقت يجب أو ليس من الضروري؟ فالجواب ليس من الضروري. أني ليس من الضروري أن أستيقظ مبكرا يوم الجمعة. مو إلا واحد يقعد الجمعة من وقت. باو. النقطة الثانية، ما طول أكو من وإلى يعني 7-9 بدون ما أعتمد على المعنى don't have to. الإفطار breakfast is from 7 to 9 a.m. صباحا. You don't have to eat but price is included. ليس من الضروري أن تأكل لكن السعر مشمول أنت دافع عليه قدام. زين. عند وجود هذه العبارة to say it is not necessary to do something بدون ما نعتمد على المعنى don't have to. إذن هنا نحن نستخدم don't have to للقول أنه ليس من الضروري القيام بشيء ما. هذا شيء إثرائي. Your friend asked if he must speed. صديقك دي سألك هو يجب أن يسرع لو لا. ما طول منطيك هاي العبارة say it is not necessary to do something. فقلنا الفاعل شنجيبه you. You don't have to. المجرد شنو هو؟ speed. أنت يجب أو ليس العفو من الضروري أن تسرع. ليس من الضروري أن تسرع. طلاب لهنا خلصنا الشرح مال الحالات كلهن. راح ننتقل للصبورة الذكية وراح نشوف التمرين أو التمرينين المنطينة على هذا الموضوع. طلاب رحنا وياكم للصبورة الذكية ودنشوف التمارين المنطينة على هذا الموضوع هو Model Verbs. أولاً هذا التمرين منطينا إياه صفحة 128 page 28 exercise C بالactivity book. Read the text on page 17 of the student book and find all phrases that contain must, mustn't, have to, don't have to, need to and needn't. Then complete the rules below. هنا طبعاً ده يركز لك على فقرة معينة وأنا قبل شوية شرحت لك إياها. أريدك تأشر لي وياي يا طلاب. But to say it is important not to do something. من المهم ليس القيام بشيء ما. تذكرون قلت لكم إذا أعطاكم هاي العبارة فنجيب mustn't. فأنت لازم هاي العبارة حافظها. إذا أعطاك هاي العبارة فتجيب mustn't. واحد يقول لي استاذ سهلة فراغين don't have to needn't. ثلاث فراغات must. صحيح هذا الحكي. هاي إذا أعطاك فراغات هواي. زين إذا أعطاك فراغ واحد شلون تميز؟ فلازم حافظني. بقى هنا العبارة to say it is not necessary to do something. عبارة not necessary في إما تجيب don't have to don't
have to أو should you طبعا to أو needed. تمام؟ هاي الفقرة الثانية. هنا to say it is necessary to do something. الفرق بين هاي وهاي هي not. من ينطيك هاي فهنا تجيب we use have to أو شنو must أو need to. To say it is necessary to do something. فهذن العبارات الثلاثة، هاي العبارة ويا المصد، هاي العبارة ويا don't have to and needn't، وهاي العبارة ويا must and have to and need to. زين، هذا أول تمرين هو منطينا إياه. التمرين الثاني وهذا هواية جاوبه من عنده، هواية جاوبه من عنده بالوزارة الطلاب، هذا exercise D page 29 صفحة 29. يقول لك use must, mustn't, have to, don't have to, need to and needn't to complete the sentences. طبعا هنا مو needn't to، هاي ال to complete، فبال يعني بالغلط هنا مجرور جواها خط، هنا to complete يعني مو needn't to. تمام؟ زين نروح نشوف اول جمله. When you get in a car، من تصعد بالسياره you put on، هاي العباره قلت لك هاي بالوزاره اذا اريد يجيبها الطلاب مثلا ينطيك have to وينطيك مثلا mustn't على سبيل المثال أو must to mustn't. فأنت هنا يجب أن تضع حزام الأمان، فكرة جيدة لو سيئة؟ فالجواب هو فكرة جيدة، فلازم تجيب have to أو must. أوكي، فهنا راح نقول you have to put on your seat belt. واحد يقول يصير أقول must، يصير أقول need to، إيه بس حسب المعطى. تمام، حسب اللي ينطيك إياه هو بين قوسين. There is petrol in the car. أكو وقود بالسيارة. You don't have to go to the petrol station. إذا واحد عنده بنزين بالسيارة أو وقود يروح المحطة الوقود ليس من الضروري، لأن سيارتك بها مثلا نص تانكي ثلاثة أربع تانكي يعني مو حيل مفولة بس مو فارغة، فأنت ليس من الضروري أن تروح. You are driving too fast. أنت تسوق سريع. You must have to need to slow down. واحد يسوق سريع، أنت يجب أن تخفف سرعتك. فmust أو have to أو need to. Four. Please put out your cigarette. طفي جيجارتك. أنت بعد تدخن بمركز الشرطة. فكرة زينة لو سيئة؟ فكرة يعني هنا سيئة، فتقول you mustn't. أنت يجب أن مدخن في مركز الشرطة. تمام؟ يلا نروح للنقطة الخامسة. You pick me up in the car, I will get the bus. You needn't أو don't have to. كيفك؟ ليس من الضروري أن تصطحبني بسيارتك، راح أروح بالباص، راح أروح بالباص. 6. Police officer prevent crimes. رجال الشرطة يمنعون الجريمة. يمنعون الجريمة فكرة سيئة لو جيدة؟ أكيد فكرة جيدة. فpolice officer have to أو need to أو must كلهن يرهمن، يجب أن يمنعون الجريمة. والنقطة السادسة مهمة جدا وأنا شرحت لك إياها قبل شوية. إذا الجملة احتوت على or will بدون ما تعتمد على المعنى شنو تجيب mustn't، بدون ما تعتمد على المعنى تجيب مصن. زين شنو معنى الجملة؟ أنا يجب أن ما أتأخر. I mustn't be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry. يجب أن ما أتأخر ورا الساعة 8 وإلا والدي سوف يغضبون. بدون ما تعتمد على المعنى، إذا جدتك or will سوية بجملة واحدة وينطيك هذا الموضوع فتختار مصن. انتهى هذا التمرين، وصلنا وياكم طلاب إلى Lesson 3 Airport Security. هذا هو Lesson 3، وإن شاء الله راح نتطرق للدرس القادم وراح نشرح موضوع بقواعدي. أشوفكم بخير والله وياكم.